هذه وقفة تذكير في بيان بعض الجوانب من تعظيم القرآن. نعم، هذا من أهم ما يكون في هذا الفصل، فيه صور من التعظيم للقرآن، صور من التعظيم للقرآن وأمثلة على هذا التعظيم لكتاب الله عز وجل. نعم. إن من تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة من تكلم به جل في علاه، وأن هذا القرآن هو كلام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فلنستشعر هذه العظمة للقرآن الكريم باستشعار عظمة وجلال وكمال من تكلم به وأنزله جل وعز. وإن من تعظيم القرآن وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد أنه أعظم الكلام وأفضله وأجله على الإطلاق، لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قريبا منه مثله. نعم. والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك ليس كمثل كلامه كلام. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وإن من تعظيم القرآن أن نعمر قلوبنا بمحبة القرآن، فإن محبته من محبة من تكلم به جل شأنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلامه عز وجل. وإن من التعظيم للقرآن أن نعتقد كمال القرآن، وأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأنه سالم من الاضطراب أو التعارض أو التناقض. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإن من التعظيم للقرآن أن نتلقاه كله بالقبول وأن لا يرد شيء منه، فإن من رد شيئا من القرآن فإنما يرد على من تكلم به جل في علاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا من القرآن فإنما يرد على الله عز وجل. وإن من التعظيم للقرآن أن يحذر أشد الحذر من الاستهزاء بشيء. يعني هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تنبيه على يعني صورة من صور تعظيم القرآن، وهو التلقي له بالقبول، وأيضا بالمقابل صورة لعدم التعظيم للقرآن. الآن لما يعرض على المرء حكم مؤيد بالقرآن بالدليل من كلام الله عز وجل، فيرد الحكم بالآية التي جاءت دليلا على هذا الحكم، يرد الحكم بالآية مع الآية التي جاءت دليلا على هذا الحكم. هذه تعد صورة من عدم التعظيم لكتاب الله عز وجل. يقول عبد الله بن مسعود في بيان خطورة هذا المسلك، قال: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا من القرآن يعني ولو آية واحدة فإنما يرد على الله، لأنه كلامه سبحانه وتعالى، فمن رد ولو آية من القرآن فإنما يرد على الله عز وجل. وهذا يبين لنا خطورة هذا المسلك. نعم. وإن من التعظيم للقرآن أن يحذر أشد الحذر من الاستهزاء بشيء من آياته والانتقاص لشيء من مضامينه، فإن هذا كفر بالله جل في علاه. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
وإما من التعظيم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه بجميع المطالب، وأنه اشتمل على بيان كل ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدينية والأخروية. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو كتاب قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم ففيه أكمل قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم ففيه أكمل العقائد وأعظم الآداب وأكمل العبادات، قد استوفى جميع الحاجات والمطالب. وإن من التعظيم للقرآن أن ننتصر للقرآن وأن نكون أنصارا للقرآن، ذابين عنه مدافعين عن حماه، كل بحسب ما أتاه الله عز وجل من قدرة وبيان، وأنه نزل من عند الله بالحق والهدى لا شك فيه ولا مرية ولا ريب، كما قال تعالى: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإن من التعظيم للقرآن أن نحذر أشد الحذر من الهجر للقرآن. قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد بيّن العلماء رحمهم الله أن الهجر للقرآن يكون بالهجر للتلاوة، ويكون بالهجر للتدبر والتأمل، ويكون بالهجر للعمل بالقرآن. وإن من التعظيم للقرآن أن نجاهد أنفسنا على تلاوة هذا الكتاب جهدنا حق التلاوة. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومعنى يتلونه حق تلاوته كما بيّن العلماء رحمه الله أي بالجمع بين القراءة وحسن الفهم للمعاني والعمل بدلالات القرآن وهداياته العظيمة. وإن من التعظيم للقرآن الرضا بحكمه والخضوع لما جاء به وعدم معارضته بكلام البشر لا في قليل ولا كثير. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن من التعظيم للقرآن أن يقصد تاليه وحافظه بذلك وجه الله لا الرياء والسمعة والشهرة، فإن أول من تسعر به من نار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال هو قارئ ولا ليتأكل به كمن يقرأ القرآن في الطرقات وفي الأسواق. لأجل ذلك ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وإن من التعظيم للقرآن ألا يعرض لعدو يمتهنه أو زنديق ينال منه. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وإن من التعظيم للقرآن أن لا يقرأه المرء وهو جنب، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، لعموم قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن من التعظيم للقرآن أن لا يعرض القرآن لشيء من الامتهان، فلا تمد الأرجل إليه ولا يتوسد ولا يلقى في الأرض ويطرح ونحو ذلك. فإن من التعظيم للقرآن أن يتجنب المرء ذلك كله، وأن يحذر من ذلك أشد الحذر. من الشواهد على ذلك ما جاء في السنن لما في قصة اليهود وآية الرجم، وقول الله عز وجل: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بالتوراة، فلما جاء بها طلب عليه الصلاة والسلام وسادة، فجعلت التوراة فوق الوسادة إلى آخر الحديث. هذا أخذ منها أهل العلم أن القرآن أولى بذلك، أن يجعل على شيء يرفع، وأن هذا من التعظيم لكتاب الله عز وجل. فمن التعظيم للقرآن أن لا يعرض لشيء من الامتهان، لا تمد الأرجل إليه ولا يتكى عليه،
ولا يتوسد، لا يجعل وسادة، ولا يلقى في الأرض، كل هذا ليس من التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن من التعظيم للقرآن أن يحرص تاليه على نقاء فمه وطهارته وهو يقرأ كلام الله. روى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، هذا أيضا من التعظيم. القرآن عندما يريد أن يتلوه يتسوك حتى يكون هذا الطريق للقرآن نظيفا بالسواك، نقيا بالسواك. هذه الصور في للتعظيم للقرآن، الصور التي جمعت هنا للتعظيم للقرآن، الناس بحاجة إليها، الناس بحاجة إليها، ووسائل الآن التواصل ونفع الناس ميسرة، فمثل هذه الصور للتعظيم للقرآن يناسب أن تنقل للناس وأن تنشر حتى يعرفوا هذه الصور لتعظيم كتاب الله عز وجل، ليكون ذلك معونة على الصلاح والإصلاح. نعم.